jungle. رمضان بحلاش إلا بالعصائر، ولكن بدنا نحاول إنه إحنا نبتعد عن العصائر المصنعة اللي مليئة بالسكر والمواد الحافظة والأصباغ اللي راح تكون سموم في الجسم وتؤثر على كل أعضاء الجسم سلبا. وأيضا بدنا نبتعد عن المشروبات الغازية اللي بتحتوي على كمية كبيرة من الصودا وأيضا من المواد الحافظة اللي بتترك أثر سلبي على صحة الإنسان. وبدنا نرجع للطبيعة، بدنا نشرب عرقسوس، كركديه، تمر هندي، خروب، كل هذه المشروبات الطبيعية اللي طعمها ومذاقها حلو، وأيضا عصير الفواكه، ومنه بناخد مواد طبيعية جسمي بيحتاجها.